كنا هابطين فندق نحن في بلادنا، فما واحد مش هابط فندق طبعا على الفقر اللي في البلاد. كلهم يحبوني من أول السوق لآخر السوق، عندي 10 سنين هنا تاع ناس الناس وكذا. سنة كيما عادة كيما عملنا وكيما سنة هي فما ما زاد شيء. ها هي واحد هاو ترى فيه فهذه بليت هاو مش بليت هذي هكاك نحن بطبيعتنا نقولوا ندزوا فيها بسيف الحمد لله. سهرية البرة تحت الخماير. سهرية هاو تحت الانبوب تحت الانبوب تحت الانبوب والتلبس تلبسوا عاملين جو. شنو شو عاملين واحد يعس ناس الاحوانت هنا راني ترى فيه ناس من الاول السوق لاخر السوق. الحمد لله واحد يقول الحمد لله. المهم واحد ما يمدش يدير للعباد ما يسرقش ما يخطفش هكا. واحد قاعد وبعد صاحب ريت عنده من البيت نورمال عادي خير الكل. شنو رايك في رمضان السنة؟ الحمد لله يا رب. والله تنجم تقول خير من عامنا فهم هاي فهم شنو هو خير من عامنا؟ معناتها خير من عامنا عامنا وما تعرف كورونا وكوفروفا وسنة ما اكثر فيها. العباد دور حاوس شيخة فما غير شوية برد وكا كان ليش برد قلق كان البرد يقلق هاو لا هاو لما شكون في قلقهم هذوم قلقوا كان البرد فما السريق فما خطافة فما شو عنده بشام ما عندهم يعملوا شيء. الحاكم اكثر فيه دور بتبيط ما عندهم يعملوا شيء. هذيك هي احكي لي انت شو عامل في البرد؟ انا في البرد هاك اكثر فيه هاني قاعد كوفيرتا قاعد هيك هاني مشي ونجي وما عادي بتبيع نقعد شوية نمشي وشي شوية ندور الدم. انت تخدم لهنا؟ اه من وقتها تخدم من وقتها الوقت انا طاق راو كم رمضان من وسط ليضة حتىش للصباح حتىش للسبعة تاع الصباح سبعة ونص ثمانية. عندك صغار تخدم عليهم؟ نخدم على اخواتي. اخواتك ربنا يخليك. نخدم على اخواتي شكون عندي شكون في نخدم انا عاز عندي اخواتي بنات الدار. ناوي تستحسن ولا لا؟ كان ربي نوب سبحان واحد ما يحبش يعرف. شنو هو اللي ناقص تو؟ ناقص كان وجه ربي كان واحد يشوف وجه ربي. ناقص المرأة ولا ناقص الفلوس؟ لا تكون معرض مش على تاريخي تاخذ وقت تاع عرس وخيط منين في جيب واحد مشي يسرق بانكا مش عارف تو تقول في العرس وتقول تهبط عليك دم نطلع على اختي زياد تهبط عليك دم ايش بيك؟ قال لك ما هو كلمة يقولها ناس كبار اللي ما عرس وبناه ما يعرف على مال وين مشى هذيك هي. كنت تتوفر يتوفر كل شيء يتعرس ولا لا؟ اكيد متوفر الخدمة بس والحمد لله واحد ما يعرس ما دام شيء مش متوفر ما دام حكايه فيك مش متوفر حتى شيء علاش تعب تاخذ من الناس تعبها زاد من الخوين انت تقول لوحها ما تجي حتى حرام زاد قدام ربي انا نقعد عازم وما نخش بنت الناس لوحها معايا هذيك هذيك طبيعتي بنتي انا هذيك العيش. ماكش تعب في رمضان؟ لا الحمد لله والله مالي تاعك الحمد لله. تخدمش الصباح؟ ايه الصباح ما نخدمش الصباح نروح نرتاح شويه نعمل لك ساعتين يوم ثلاث سوايع يوم يا ربي يرضاك. احكي لي كيف تشق فترك؟ شق فترك هنا هنا شق فترك في البوش هذاك مع شمال مع صاحبك؟ ما في بعد هذاك قهوه راسي راسه هاك وصعوبه باكو حليب شويه على حلو صباح خير من عايشه ما في كي هذاك العشي طيبوا في الدار ولا في الدار؟ في الدار جيبوا مطار هي طب بس بينا الدار بعيد علي عندي صاحبي حامل كراية يسكن لي قريب يجيب هو لهنا يشق الفطر بتاعي بغيت ما نمشيش بعيد. هاك قدام التلفزه توا شنو هي الافلام والمسلسلات تفرج فيها؟ مصر تونس ما فيهاش فيها كان مسلسل برك هذاك بتاع اسمه جديد بقايا كلها قدم ما فما شيء جديد فما الفوندو هذاك هو الفوندو الناس كلها هابطة فوندو يعجبك؟ لا حلو لا والله حلو. شكون يعجبك فيه؟ الكل ممثلين كل حلوين الممثلين كل حلوين. وشكون الناس الكل هابطة فوندو؟ الكل هابطين فوندو نحن في بلادنا فما واحد مش هابط فوندو طبعا على الفقر اللي في البلاد الكل هابط فوندو كانت تولي 5000 طيب طالع هو فوندو الاولين مالاش شنو تقول لك تو كان واحد طيش له 10000 غادي كتب هبط هو الاولين قول لك انا دخلت الاولين هزها
ما انا هذيك عاد مصحاب واحد ياخذ دينار هكا يطب فيه انا خلقته هو من الدين كله بتاعي في مين على الفقر في البيت وخايف مش باهي تخطف نتاع العباد ها؟ مش باهي تخطف نتاع العباد هذيك هي الظروف واحد ما يخش انا واحد بس بلاد ما يخش تاع الناس تاع الناس الناس وكذا هنا يخلوا حوانتهم محلولين يمشي يقول يا حبيبي يا حبيبي يخليها محلول فايقينك معناها الحمد لله ربي كلهم يحبوني من اول السوق لاخر السوق عندي 10 سنين لهنا يعني.